جمعتنا اليوم مباركة، وأيضا على أخوتنا المسيحيين بأيام عيد الفصح المجيد منبارك لهم فيه. ومنكمل أسئلتنا برمضان، كيف أثرت الحرب على الوضع الاقتصادي بأوروبا وخاصة بألمانيا؟ نحن اليوم موجودين بمدينة هانوفر الألمانية، ورح نسأل العرب خاصة وصاحبين المحلات العربية كيف تأثير الحرب عليهم. كونوا معنا، أنا عبد الرحمن اللجاتي، تبقوا بخير. شايفك معبوط انت هلا هون بالغراض، عم تساويه لانه هيو. طيب تعال اذا بدك بمسك لك يا الكيس هاد، شوف ساويه انت هون، انتبه لانه هذا المدلوقه اذا وقعت مشكله. ها تعال شوف هدول العالم اخذوا هلا اغراضهم ودخلوا على السياره، نلحقهم. يعطيك العافيه. هلا الله يعافيك. اهلين بالشباب. الله حيو. شو معلم، شفتكم اخذين اغراض هلا للبيت؟ خلاص رايحين؟ ايه والله طالعين هلا على البيت. طيب موضوع الاقتصاد والحل هون بالمانيا، كيف شايف لي الاسعار اختلفت عليكم هلا بما انكم انتم هون صايمين؟ ايه اكيد ارتفعت الاسعار بكل المانيا، يعني مو بس بالمانيا، بكل العالم ارتفعت الاسعار بسبب الحرب. ايه والله، وشفت عينك ما في زيت وما في طحين، بس هالشغلتين هذول، ولا باقي المواد كلها موجوده، والاسعار يعني اكيد هاي يعني في حرب اكيد بده يصير في ارتفاع بالاسعار وهيك. هو صار في فقد لهذا الشيء، مواد اساسيه صارت فقد، وصارت القنينه مثلا كان حقها 79 سنت، صار بتفوت على محلات عربيه بتشتريها بخمسة وبستة يورو القنينه الوحده اللتر، اللي حقها هي 35 و 40 سنت. سيدي شيء بشهي تماما هالمناظر هاي، وانا صايم صعب كتير، بس خلينا نفوت لجوه ونشوف ايش في. مرحبا، يعطيك العافية. أنا شفتك طلعت وأخذت اليوم للبيت. أخذت لزوجتي قطعة بتحبها كثير، كل يوم بتيجي هون بتاخذ معها قطعة صغيرة. مغربي حضرتك؟ مغربي. آه يهدر المغربي يا أخوي. مغربي أند إماراتي. إماراتي. أنا كنت عايش في الإمارات. ما شاء الله. شغف الإمارات. بالبلاد عندنا. يا. هلا هلا أخوي. جينا لهون لعند صاحب المحل رستم، هيرسيش في الكوم. Wir sind ja bei dir heute, mashallah, sehr schön hast du hier gemacht. Wie hat es ja euch betroffen jetzt erstmal mit dem Krieg und Sanktionen? Man muss natürlich sagen, wir sind auch davon betroffen, weil die generell die Preise auch im Einkauf für uns quasi als Betreibende gestiegen sind. Und im Umkehrschluss war es dann quasi bei uns der Fall, dass wir dann gewisse Produkte auch, also es ist irgendwo schade für uns alle, ne? Das heißt, irgendwie ist jeder damit mit involviert quasi und betroffen. الفطاير مثلا كانت بيورو ونص صارت باثنين يورو، هلا في ارتفاع مثل ما حكينا، بس انه يعني اللي عم يشتغل او اللي يعني مقدور الواحد يدفعه، يعني ما هال حتى الله يعين العالم اللي فعلا عندها دخل محدود، ترتفع عندها الاسعار هي بتاثر عليه. صح كلامك، بس بهالبلد يعني الدوله في سوسيال، يعني في سوسيال هلفي او هيك شيء، فما الاقتصاد الدوله هي قويه. وانت مأمن باقتصاد هذا الدوله؟ ايه اكيد. بس هو المشكله برمضان هلا المعروف اكثر شيء، لا العالم محتاجين. الازمه كل البلد كلها مأزمة مع تبع اوكرانيا، الحرب وروسيا، والله الله يلطف الناس كلهم. في عرب ساكنين هناك، في مغاربه، في كثير الناس بنجرح. انا ما نسمع لك، الناس بتدمر، تعرف؟ الله يديم الامان على الكل، الله بيخلينا طول العمر كل الناس، ونحب كل الناس وكل الناس هون السلام العالمي هون بنبيل. من اسمك مبين نبيل. رمضان jetzt bezogen, wie ist das denn jetzt für dich so, für Araber, für Muslime jetzt gerade, wie ist der Verkauf hier? Es ist ein Monat, wo viel auch verkauft wird, wo viel die eine schöne Atmosphäre quasi zusammenkommt, ne? Und auch wir quasi, wir bieten ja auch ein Iftar-Menü an, ne? Okay, wäre sehr schön. Dann kommen wir heute auch zum Iftar hier rein. Aber eher zum Nachtisch, weil hier eher so Konditorei. Nein, sondern ein Stück Dibbel. Was nachher wir rufen, das Sair schwei, man nicht dann rufen, Asar Dibbel, mischan schwei, die Harke tschir, ja. تعود العالم فعلا انه في نقص بالمواد. انا نفس السعر مثلا الطحين عم نشتري فرن كنا ب 50 سنت، هلا بيورو. اذا رفعنا فرن قطعه كمان بقطعه كامله رفعنا احنا شوي صغير، يعني شيء شغله مو مشكله. وهذا شيء طبيعي اكيد، لانه الدنيا فيها حرب، فاكيد فيها ارتفاع بالاسعار. طبيعي في استحكار من بعض المحلات، ان كانت عربيه ولا ان كانت غير جنسيات. بس بالماركه الالمانيه ممكن انه بعض الايام اذا رحت بكير تلاقي تاخذ القنينه بيورو 79 سنت، بس ما بيعطوك اكثر من قنينتين. طيب تعال اذا بدك بمسك لك يا الكيس هاد، شوف ساويه انت هون،